وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة الإعلام أن هذه المنصة الإلكترونية الحديثة للمحتوى الإعلامي التلفزيوني والإذاعي تهدف للوصول إلى جميع مستخدمي الأجهزة الذكية، وتمثل إضافة نوعية إلى مسيرة الإنجازات المتحققة في قطاع الإعلام والاتصال. يسرنا اليوم كفريق البحرين في وزارة شؤون الإعلام أن ندشن تطبيق راديو وتلفزيون البحرين لمستخدمي الأجهزة الذكية والهواتف الذكية. والحقيقة أن تدشين مثل هذه المنصة الإلكترونية الحديثة للمحتوى الإعلامي التلفزيوني والإذاعي يأتي تماشيا مع التطور الحاصل في وسائل الاتصال الحديثة، ولحرص حقيقة وزارة شؤون الإعلام وبتوجيه دائم من سعادة الأخ علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام للوصول للمتلقي عبر كافة القنوات الحديثة لإيصال الرسالة الإعلامية له على مدار الساعة وين ما كان. وفي الواقع أن تدشين مثل هذا التطبيق الحديث والمتطور يثبت للجميع بأن عجلة التطوير والتحديث مستمرة ولله الحمد، وجهود العطاء اللي يقومون فيها أبناء البحرين في كافة القطاعات لهذا الوطن العزيز غير محدودة، بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية اللي نمر فيها اليوم. هذه المنصة يقوم عليها فريق متكامل يعمل على مدار الساعة لاستدامته وتحديث محتواها، وهي تضم البث المباشر لقنوات تلفزيون البحرين، القنوات الإذاعية، بالإضافة إلى المواد الأرشيفية للمحتوى الإذاعي والتلفزيوني، واللي من خلالها أو من خلال هذا التطبيق يمكن للمستخدم الرجوع لها في أي وقت. مرة أخرى أؤكد بأن فريق البحرين في وزارة شؤون الإعلام دائما ما يسعد بتقديم كل ما هو جديد عبر كافة قنوات التواصل مع جمهورنا الكريم من مشاهدين ومستمعين لباقة البحرين الإعلامية.